يا هلا بالغوالي كل المتابعين، متابعينا الاعزاء، متابعين قناه كول، مستمرين مع بعض بجبر الخواطر للاطفال وللصغار النازحين هون في المخيم. اليوم احنا مع عائله جميله رائعه، بتحس بالسكينه والحب والهدوء اول ما تدخل الخيمه، مع انها خيمه فما بالك لما يكونوا في بيوتهم. احنا عند عائله كريمه جدا، فيها بعض الاطفال الحلوين المميزين ما شاء الله، هذه هي العائلة تبعتهم. حبينا اليوم هيك نرتبهم هيك شوي ونجبر خاطرهم، خصوصا ان يعني على يعني قربنا على عيد الاضحى. كل عام وانتم بخير ان شاء الله جميعا. ان شاء الله اليوم جبنا مصفف الشعر الشهير محمد صديقي ومصفف الشعر تبعي الخاص بعدته والمساعد تبعه، حياهم الله. بدنا اليوم ان شاء الله نقوم نحلق للاطفال الحلوين هذول المرتبين، الاولاد والبنات. شو رايك اخوي محمد؟ والله ما العام ابو اسماعيل حبيبي يا غالي، بس هذه البنوتة بدناش نحلق لها. ولا انت يعني في بعض البنات المعترضات، المعترضه ما بدنا نحلق لها، تمام؟ بس هيك بدنا نرتب شويه هيك شعراتهم كويس، تمام؟ وان شاء الله رب العالمين، ومش بس نحلق لهم كمان ان شاء الله نجبر خطرهم ونلبسهم ملابس العيد. خلينا مع بعض ومع المحترفين. طلع علي طلع علي طلع علي. والله يوسف نعيم، انا عاشت لسامي يعني. حماد حط ذا بشوكولا. واليوم اول يوم معانا مع عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والبركه، وكل عام وكل العالم العربي والاسلامي بالف خير. بين الاطفال الحلوين هذول، بين الامراء والاميرات، الحمد لله رب العالمين. اليوم وفرنا مي جديده ومفلتره ورحنا عبينا ميه وتعبنا للاطفال وحممناهم وصوبناهم وليفناهم الحلوين ليوم العيد، ولبسنا الملابس الحلوه هذه الجميله مع هذول الاطفال. بسم الله ما شاء الله، حلقه ونظافه وريحه وحلاوه، الكو انتو بس يا حلوين. والان اصدقائي ومتابعينا، نحيي سنن الرسول عليه الصلاه والسلام بتكبيرات العيد، العيد الاضحى. نبدا مع بعض يا اطفال يا حلوين. جاهزين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا
احبابي يلا تعالوا طيب ايش بدنا نقول كلنا شكرا للأطفال الحلوين وشكرا للعائلة الكريمة على استضافتنا وعلى كرمهم الكبير وبنوجه لهم تحية كلنا مع بعض مع بعض.